يسعد لي صباحكم. هذه العطورات صراحة اللي متميزة فيها قصة، واللي خذيتها قبل كم يوم من معرض العطور هذا امبريال فالي اللي يجي اول اوفر سبري. هو نفسه امبريال فالي اللي متميز، العطر ال 200 ملي الكبير، لكن يجي منه اول اوفر سبري بهذا الشكل. وهذول صراحة يفوزون، اللي هو الأصفر والأزرق، وفي بعد واحد بنفسجي. هذا الأصفر تحديدا طبعا كلهم مسك، والمسك عطر بارد، يعني من كثر ما هو بارد يصلح حتى للأطفال، تحس عطر مريح خفيف بارد. الأصفر صراحة أشوفه جدا متميز، اسمه سولار مسك، هذا يفوز حيل. طبعا مو قصة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، أمطار خير وبركة. كانت الخطة تريق خارجي، لكن تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن، بس الأشجار تغير لك المكان 180 درجة. الله يبارك، والله مطر 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 صراحة. أنا ما عملت حسابي يعني المطر كله صيفي، لا وبرد بعد، مو بس مطر. ممطورة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. والله يوم جينا نسافر ما حطينا في بالنا ابدا انه ممكن يكون في مطر. الريوق اليوم في مزرعة في عنيزة، الله يبارك لهم يا رب. دقينا عليهم قلنا في تجهيز المطر، قال لا تحاتي كل المكان تقريبا مغلق. مسكينة، لا هذه مسكينة. هلا ما شاء الله الحلو، راعي المزرعة الله يبارك له يسوي مثل هالعريش هذا أو هالقبة، هذا نايلون. السلام عليكم. السلام يا مبروكين مبروكين يا الأمطار. وين فهد؟ يا مرحبا يا مرحبا. ما شاء الله ما شاء الله، حتى الفطاهر فهد جايبه. إيه شو يسوونه بالفرن ترى. ما شاء الله يبارك لهم الله يبارك لهم. الله يصلحهم الله يصلحهم يا رب. والله يبارك لك يا ابو عبد الله في مكانك وفي عيالك الله يرفع قدرك. شغل عدل ومرتب وبسيط على بساطته لانه جميل ما شاء الله. الله يبارك لك الله يبارك لك ابو عبد الله الطويري، الله يبارك له ما شاء الله، صاحب المكان الجميل والبسيط. يعني صراحه المزرعه باختصار هذا المطبخ المركزي اللي يغذي كل الاكواخ هذه، وسبحان الله رب العالمين اذا بارك بالشخص يعني تبارك الرحمن، عدد كبير من الناس يجون من اهل القصيب يتريقون فطور جميل خفيف، وحتى بعد سعره حلو. يعني هو ياخذ على الشخص 45 ريال، قد ما ياكل ياكل ما يمنع. لو تبي زود اطلب زود، يعني تقول ابي خبز زود ابي فول زود يعطيك ما عندي مشكله، لان الشخص 45 ريال. وهذه افرانه وشغله الطبخ هناك على طول، زرناها السنه اللي طافت، والسنه هذه قلنا لازم نجي القصيم لازم نتريق عنده. بس طبعا لازم شنو تحجز قبلها، هي اعتقد اسمها مزرعه ريفه، دش بالخرائط جوجل مزرعه ريفه دق عليه وقول نبي نجي.
يا حليلهم هذول بنات ابو عبد الله، الله يبارك له. ابو عبد الله في سنابه يوميا يصور البقر، يحلبون البقر عياله يوميا هناك حظيره الدجاج. انت شو اسمك؟ ملوكه. ونعم. وانت الثانيه؟ ونعم. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك الله يبارك. يا حلوه حلوه. الله يحفظك. ايش الملوكه وش اسمه؟ شو اسمه ملوكه؟ شو اسمه انت تسدونه؟ شطاف؟ شطاف؟ لا خطاف. يا علي الله يصلحهم الله يصلحهم. ما شاء الله تبارك الرحمن. هو طير منه الحين يا ملوكه؟ ما شاء الله عليك ما شاء الله تبارك. سدونه ما عنده شيء. سدونه ما عنده شيء. ايه الغير. برقعي برقعي. ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. اوه كفو والله كفو. يا حليل ابو عبد الله، شوف مسوي مكان الغسيل بطريقه فنيه بحته. شوف الهوز تفتح كذي تغسل. يا حليل. فهد فهد يعلق على الجسر وصبغ الجسر. على شغل تراثي. فعلا حلو بعنيزه. هذا ما شاء الله وادي الرمة، شوف شلون سايل اليوم. اسمع صوت الماء ما شاء الله ما شاء الله. شوف كله يصب هنا ويروح. والله ما شاء الله نهر نهر. الله يبارك. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. فني فني ابو فيصل على الاكاسي جلوكي هذه. جميله جميله. حسب الدوائر الحكوميه الايام ما شاء الله تبارك الرحمن. ابو فيصل مضبط الحديقه ربي يبارك له. سولف ابو فيصل يقول قاعد يشتغلون هني يحفرون، لقوا صخره ما قدروا يكسرونها، ما قدروا يسوون فيها شيء. قالوا خلاص خلاص لا احد يحركها، بس ارفعوها خلوها هذا بمكانه خلاص. الان اضاءات عليها ومستقبلا ممكن تتضبط هني، يكتب عليها شيء، ينحت عليها شيء، تتضبط العمليه. مرات تطلع بشيء تتوهق فيه بعدين تطلع شيء حلو. خلاص هذه تصير أيقونة المزرعة. الله يبارك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله بدربنا الزلفي يا جماعة. شوفوا المنظر، هذا يمين وهذا يسار. تبارك الرحمن تبارك الرحمن. فعلا دربنا كله بالشكل هذا. يا رب يبارك إن شاء الله سنة خير هالسنة. أوه يا حلو الزلفي والقاع ممطورة. يا زين النفود شوف شلون حمرة. تبارك الرحمن. شوف المزارع شلون غرقان. هذا الظاهر شاقها مثل الشعيب، شاقها هني ونازل شعيب هني. شوف 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 ده. وصلنا مزرعة العساكر بس كله بحيره هني، ماي مو قادرين ندش داخل. ما شاء الله. لا شمقار حمد. شوف شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف صادينا. شوف هناك شوف تحت هني بها. والله لو صالوه ما نقدر ندش بها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. داخل مزرعة كلها ماي ما شاء الله. والله لو الربع جايين بصالون ما نقدر ندش هنا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. فهد شو هالترتيبات فهد؟ انا من زمان مو جاي هنا. السنة اللي طافت فهد اشتغل على هذا المكان كله، كله جديد. ما شاء الله. خلاص فهد راح نسميك فهد الصباريات. صبار، ملك الصبار هنا. حتى بالكويت ذاك اليوم مصور صبار، يحب الصبار. ولعنا بالصبار. ما شاء الله ما شاء الله. هذه انواع مختلفه ها. اي بس الحين هذا يعتبر
عندنا تشيب الحين في انواع جديده بنجيبها. ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك. عاد فهد القعده هني على النخل تبارك الرحمن. روعه روعه. بس شوف انت المانجا وين المانجا؟ شوف المانجا اللي هني زرعته. هذا اللي تحت. اي بس تو مشروع مانجا تو صغير. اللي ورا التين شو اخباره؟ زين بدا يعني انتاج. ما شاء الله ما شاء الله. اليوم صرنا قاعدين بين بحيره. تبارك الرحمن تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. هذه مزرعه العساكر الله يبارك له. ما شاء الله ما شاء الله. شوف السدره. شوف كميه الازهار اللي بالسدره. هذه يبي لها صراحه يبي لها منحل هني. ما شاء الله. شوف 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 هذه كلها ورد ورد السدر. طبعا بس المتابعين القدامى يعرفون قصة هذه السدرة. يعني انا قلتها هني مرة قبل. اللي سامع القصة معناته انت متابعني قبل 7 أو 8 سنوات او اكثر بعد 8 سنوات تقريبا. بشارة بشارة يا اهل الكويت. ابشركم وابشركم مساعداتكم اللي شاركتوا فيها واللي الحكومة الله يجزاها خير كرست الجسر الجوي بالجيش الكويتي وزارة الخارجية. ابشركم وصلت داخل غزة. وهذه الصور اللي تشوفونها من داخل غزة. والان مساعداتكم بايد الهلال الاحمر الفلسطيني داخل غزة. وهو باذن الله بدوره راح يشرف على توزيعه. ومستمرين باذن الله بالتبرعات. الله يجزاهم خير الجمعية الكويتية للاغاثة، الهلال الاحمر الكويتي، الجمعيات الخيرية الكويتية كلها. بيض الله وجيههم على جمع التبرعات وتحويلها الى مساعدات. والله يجزاهم خير حكومة دولة الكويت اللي كرست الجيش الكويتي وطائرات العسكرية اللي كل يوم والآن يمكن تقريبا اليوم رقم 11 وهم مستمرين بإرسال المساعدات إلى أخواننا في غزة. وعسى الله عسى الله لا يحيج أهل غزة لمساعداتنا والله يفرج همهم ويصبرهم على كربه. الله يزيدك الله يزيدك يا ابو وليد. الله يبارك لكم يا رب. الله يبارك لكم في مزرعتكم ويخلي لك عمامك ووالدك وكل احبابكم. اي والله ما شاء الله. هذه خراف اليوم. يعني فريش من نص 10 وفوق يعني متاخره. اي متاخره موجوده هنا عندنا واحده. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هي رطبه يعني شو اسمه مناصيف. اي مناصيف او رطبه. في رطب كامل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. احنا هذا فهد الاولى. شنو برتقال الاولى؟ برتقال الثانيه ليمون. ما شاء الله تو الناس بس عليه. هذا ليمون. هذا اللي يقول ليمون. ما شاء الله تبارك الرحمن. بس شنها تعبانه فهد. هذه مصوفره. الله يبارك ان شاء الله عاد ياكلون منها باذن الله. هذا كله برتقال. هذه شوف ثمره القرس. هذه من سنه 78 مزروعه جدي سليمان الله يغفر له غرسها. هذا يوم اقول بركه الغرس جيل بعد جيل. يعني انا الجيل الثالث يعتبر الحفيد. تشوف الثمره هذه الصدقات تروح. الزكاه تزكي سنوي. ما شاء الله 2.5% على الثمر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. في شغله يعني نقطه مهمه بركه بالانتاج. ما شاء الله. انا قاعد اشوف الـ 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 الله يغفر الثمر له اللي ينتج هني مو مثل المزارع الثانيه. الله يغفر له الله يغفر بركة. له الله يغفر. شوف الحين توفيهم من 97 من 97 الى اليوم 2023 واحنا ناكل التمر ونتصدق منه ونزكي. الله ياجره. هذا هذا اللي تغبطه. اللهم امين. اي والله الله يغفر له. نيته طيب. الله يغفر له. هو اللي غرس هذا كله. كله هذا غرسه برحي. الله يرحمه ويغفر له. من العراق البرحي جابه من العراق والاخلاص جابه من الحسا وتعب عليه ودفع عليه فلوس. اول كان غالي ذيك الايام الفرخ عزيز ما تلقاه. سبحان الله. الحين شوف النخل طوله ما شاء الله. شوف النخل. الله يغفر له يا رب. المزرعه توسعت يعني بركه بال الغرس ما تنوصف. الله يبارك هذا الغرس المبارك. هذول البط ها اكبر فائده هذه محمد لمزرعه النخل بالذات. اكبر فائده يطرد السوسه. طبعا هو حتى العقارب انا سويت تجربه عليه. تقط العقرب ياكلها. ياكل السوسه يطرد السوسه ياكل حشرات. سوسه النخيل. سوسه النخيل عافه. إيه؟ هذه ياكل حشرات مو موجوده هي بس انت وقايه تحطها. يحفر الارض حفر يعني بدل تحط مبيدات. هذا مبيد كم مكلف. هذا مبيد. وبعدين شنو الصبي هني ما يعلفهم الصبح فيطلعون وين يروحون. يروحون يعشبون. وفروا علينا نقطه ثانيه. قصدك العشب اللي داخل الاحواض. الاحواض هو اللي ياكله. شوف الاحواض شلون نظيفه. ايه صح صح. يعني انت موظف البط. موظف البط. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف شوف المزرعه من الخارج. بعد هذا الزرع بيروح فيه هذا اتوقع. لا لا ما عليك والله.
اذا الامطار بعد استمرت مرحبا بالامطار. ظاهر ان هذا فهد ميلانا بهذا الاتجاه. شوف رايح هناك فسادين هنا عشان ما يدش على المزارع اللي هناك. شوف على طول بلديه حطوا الروف عشان يروح دربه. شوف انت شلون شوف 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 اللي هناك دخل على القريه التراثيه بعلقه. شوف هذا كله مطر اليوم اللي هو من الفجر الى الظهر. ما شاء الله تبارك الرحمن السيل برا شغال من الصبح. الحين الساعة 12 بالليل وشكله شكله شكله لي باكر. يعني باختصار البيت ما اللي ما عنده سيارة ما يقدر يطلع أصلا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن.